ولأن الإسلام دخل إلى أذربيجان أيام الخليفة العظيم عمر بن الخطاب، والذي أتى إلى هنا بالجيش هو حذيفة بن اليمان العبسي أمين سر رسول الله صلى الله وسلامه عليه. شوفوا جنوب غرب باكو، والعاصمة باكو، يوجد مدينة اسمها حاجي قبول، يعني حج مقبول. كانوا أهل أذربيجان واللاتين من المناطق هذه، من منطقة القوقاز والمناطق، يتجمعون في هذه المدينة ويتفقون ويستأجرون الجمال والقوافل، ثم ينطلقون إلى مكة، وهي مدينة جميلة تقع عندها بحيرة من البحيرات الكثيرة التي تتميز فيها أرض أذربيجان. وإن شاء الله حنا في يوم من الأيام سنأتي على خطى العرب وسنوثق هذا التاريخ، لكن هذا بس بسرعة كذا لكم مقدمة، يعني لازم قبل ما نصور نزور الأماكن ونشوف وشي، وإن شاء الله بيعيننا ويسهل علينا. شكرا. أيضا المدينة القديمة في باكو، هذه المدينة القديمة الحجرية، نرى التراث العربي ما زال موجود. شوفوا الكتابة، بسم الله الرحمن الرحيم، وآيات قرآنية على الباب، طبعا هذه لا يقل عمرها عن 400 سنة 500 سنة. فالعرب في آسيا الوسطى في أوراسيا لهم تواجد قديم جدا من يوم المسلمين العرب، طبعا العرب هم الذين نشروا الإسلام، جاءوا إلى هذه المناطق البعيدة في منطقة آسيا الوسطى. على خروف. وهذا من الرعاة الأذربيجانيين، وش اسمك؟ هاشم؟ هاشم اسمه، هاشم اسم عربي، هاشم من عربستان. لأنه العرب لهم بقايا هنا كثيرة. هذا شاي، شاي نو no? يقول ان الشيح هذا ما نشربه شاي، ما نشربه. اسأله تشربون شاي؟ يقول لا ما نشربه. هجن الغنم. وهنا في صحراء أوراسيا حيث نشر الإسلام عرب جزيرة العرب تحت قيادة حذيفة بن اليمان بأمر الخليفة عمر بن الخطاب، انظروا إلى هذه الأرض الممتدة، انظروا إلى الشيح. هذا نوع من أنواع الشيح الذي لا ينبت إلا في المناطق الباردة. شوفوا، لأن الشيح نباتات كثيرة، فينبت بالمناطق الحارة والمدارية في المناطق الباردة. شوفوا سبحان الله العظيم، هذه الأرض الممتدة اللي العشب فيها أيضا ينبت فيها النفل، انظروا إلى النفل اللي هو زت البر، والشيح اللي هو غير الشيح اللي عندنا لكنه نفس الريحة. الصحابة رضي الله عنهم أتوا هنا، ما كان في فنادق ولا كان في خان، ينامون في العراء، ودائما الأرض رطبة ودائما ممطرة، ونشروا الإسلام. هذولا هم الناس الأبطال، الناس العرب، والعرب لم ينشر الإسلام إلا العرب عبر التاريخ الأكثرية. وأغنامهم هنا وحياتهم الأرض مرية بسبب الرعي، بسبب الطين، حقه الطين زي طين الجزيرة العربية، نفس الطين، لأننا احنا جزء من آسيا. وهذا ولد انعجه وحنين دلبو حبيلك شيشته وتلمون حبيبي سعينون.